هي خطة إبليس لإفساد الإنسانية خطة مركبة جدا، وبعدين الوسائل اللي مسموح له بيها إنه يحاول يغوي البني آدم متنوعة جدا. ربنا بيقول في القرآن الكريم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يعني يقدر إن هو يكون صوت داخلي جوه الإنسان. ساعات يقول لك في صوت جوايا نفسه، الواحد لما بيسمع نفسه بيقول لك بيسمع نفسه، منه مش صوت مسموع للباقي بس هو صوت جواه. نفس الكلام ابليس، الوسوسه بتاعته بتبقى عن طريق الخواطر. يقدر ان هو يقلقنا، يخوفنا، ينصحنا، وهنا بقى يستفزنا عشان يخدم خطته. هو بيحب يبص للانسان كده ومستفيد بان هو شايفنا واحنا مش شايفينه. في سوره الاعراف كده: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني ذريته وجنوده وكل أتباعه. فبدأ يبقى عندهم تراكم خبرة في التعامل مع بني آدم، وبدأوا يعرفوا إيه الأدوات اللي ممكن يستخدموها، وإيه الأوقات الاستراتيجية زي ما بنقول دلوقتي اللي ممكن فيها يعملوا محاولة الإغواء. بعد كل أسهم المصرية للتعدين في حسابي، واشتري لي 500 سهم العالمية بسرعه على احسن فضل 10 دقايق على الجلسه. معلش انا اسف، قلت لي كام سهم العالميه؟ 500 سهم. 500. ايوه يا فندم. معلش مش سامع الدوشه. ايه كام؟ 350 سهم منتجعات. اوكي يا فندم، من عينيا. اتنفس يا فندم. سلام. بقول لك ايه، عايز 3000 سهم في الحديد والصلب، فرصه سعر واقع النهارده جامد. اوكي يا فندم، ممكن تمضي لي هنا بعد اذنك؟ تحت امرك يا فندم. عينيا يا فندم. بص، هو الأحسن نستنى عليه شوية ونسلمه في العالي. لا هنلحق، ما تقلقش، لو فضل دقيقة واحدة على الجلسة هنلحق. تحت أمرك يا فندم، مع السلامة. معلش يا فندم، فاضل 5 دقايق لازم أنفذ العمليات. على مهلك. في ورق. شكرا. اعملوا حسابكم، ترتيب أوامر الشغل كل مرة هتكون من هنا. المرة اللي فاتت دخلتوا المكتب بهدلتوه. طيب. انت ادم؟ ايوه. طب خلي بالك بقى، الموظف اللي اسمه كمال اللي قاعد جنبك ده لازم تعدي صوابعك وراه. انا برضه من اول سنة حسيت اني مش مستريح له، حشري كده وبيقعد يقول معايا. استنى بس، استنى يا عم، كمال ده يبقى جوزي على فكرة. ايه ده؟ لا مش هينفع ننفذ كده خالص، ترتبهم لي والنبي يا رشا. طيب رتبيه. ايه مالك؟ في ايه؟ انا هرتبهم لك، مش هاكل. اولا كل الاسهم دي بره السيشن،
ودول العالميه ودول اسهم الوطنيه. عايز تاني؟ على فكره انا هنا موظفه التنفيذ، اسمي اميره ودي رشا. اهلا وسهلا. شكرا. تغييب العقل عند إبليس مقصد كبير. شمال؟ لأنه غياب العقل هو غياب الميزان، غياب التوازن. إنسان قدامي مهزوز مش ثابت، أقدر أعمل بيه اللي أنا عايزه، أقدر أخليه يقول حاجات هو هيندم عليها، يعمل حاجات لو كان بوعيه وفي عقله عمره ما كان هيعملها. وبعدين عنده خطة وعنده استراتيجية تفصيلية، مثلا يخلي بعض الرغبات الشهوات، نفسي في عربية، نفسي أروح بدري النهاردة، شوية رغبات، إن هو يرفع الرغبات دي لمستوى الاحتياجات. في فرق بين الرغبة وبين الاحتياج. الرغبة حاجة عايزها بس لو ما جاتش مش هموت يعني، احتياج لا، لو ما كلتش بعد فترة معينة ممكن فعلا أموت. ده الفرق بين الرغبة والاحتياج. فهو بيشتغل على رفع مستوى الرغبة إلى درجة ومستوى الاحتياج. فلما الإنسان يلتبس عليه الأمر تبقى الخطوة الأولى تمت خلاص، يبتدي يتعامل مع الإنسان منتظرا هو وأعوانه. أنا مش بكمل إبليس لوحده على فكرة، إبليس وقبيله، أي شيطان مجند من قبل إبليس، أي حد قرر من عالم الجن إن هو يتبعه في محاولة إغواء بني آدم، يبتدي يرقبوا الإنسان، يتفرجوا عليه، يستنوا الرغبة دي اللي إحنا زرعناها من يومين أو من شهر، أخبارها إيه؟ هل بدأت تكبر؟ كبر بقى عايزها قوي، بقت احتياج، اتاكدت. معظم الرغبات طبعا بتاعتنا في الزمن ده ما بتتحققش. احنا عايشين قدام اعلانات ليل نهار في الثقافه العالميه الجديده بتقول لنا ده لازم يبقى عندك وده لازم يبقى عندك، والعربيه دي وانك تبقى نجم كبير وانك تبقى مشهور وتلبس البدله دي وهي تبقى شعرها بالشكل ده في اعلان الشامبو ده والى اخره. كل الحاجات دي معظمها رغبات اكيد مش هتتحقق. تيجي هنا حالة بقى الاكتئاب، الزعل، الغضب الداخلي، الشعور بإني أنا كنت أستحق الحكاية دي، أنا توعدت إن أنا في يوم من الأيام هبقى مشهور، ومحدش وعدك، يمكن في إعلان وعدك بس محدش وعدك. أنا توعدت إن أنا في يوم من الأيام هيبقى معايا العربية الفلانية دي. كلنا وإحنا صغيرين تربينا على المعاني دي، فهو حاسس كده. أول ما يبقى عنده حتة الغضب الداخلية دي يبتدي الشيطان ينزل بيه درجة أكتر، ينزل بيه إلى درجة إنه يدور على حد يلومه، مع إنه ممكن ما يكونش في شخص بعينه مسؤول، بس هنا تبتدي الوسوسة. لا، دور على مسؤول، ما هو مش هيتخانق مع طوبة أو مع كرسي أو مع عربية، مع إنه بيحصل على فكرة، بنتخانق مع عربيات وكراسي لما بنقعد نكسرها، دي بتبقى خناقة مننا مع هذه الأشياء، وبنكسر موبايلات، بس يعني كلنا مش أغبياء يعني للدرجة دي يعني. فبعد شوية بندور على شخص حي أقدر ألومه وأطلع غضبي الداخلي ده وخيبة أملي فيه. ولما بنجح في إني ألاقي شماعة، شخص بقى شماعة، تيجي المرحلة الأخيرة، إبليس يوسوس أو أعوانه أي حد من الشياطين، عقبه، دمره. وبعدين أنا عندي معلومة إن في شركة إماراتية هتشتري، يعني بكرة بالكتير السهم ده سعره هيعلى. أستاذ أحمد، شكرا. بعد اذنك استاذ ابراهيم، حضرتك 3000 سهم هيتوصلوا. تمام، يعني تمش تنفيذه. ما ايه يا حبيبي؟ ما تمش تنفيذه يعني حضرتك ما مضيتش. ما تمش تنفيذه يعني ايه؟ ايه ده بس يا فندم، ايه ده حضرتك؟ احنا ممكن نشتري بكره. تشتري بكره؟ ولما ان شاء الله السهم سعره يعلى، حضرتك هتحط الفرق من حسابك؟ يا فندم طب انا ذنبي، انا قلت لحضرتك يوم دي حضرتك اللي نسيت. بقول لك ايه؟ انا بقالي اسبوعين بخسر، قوم لما اجي اكسب انت عايز توقفولي عشان حته امضه؟ ما تخلينيش اتجنن عليك. ممكن حضرتك تهدي نفسك شويه يا استاذ ابراهيم؟ اهدي نفسي ازاي اذا كان بهيم وبيقاوح ومش عايز يقتنع؟ لو سمحت يا فندم اتكلم باسلوب احسن من كده. ولا ما تجيبش تهزيق لاهلك على المثل. ايه يا استاذ ابراهيم مش كده برضه؟ اهدى شويه. لو زودتها عن كده هضطر اعاملك بنفس اسلوبك. طب وحياه امي اللي دفعك الفرق من حسابك؟ خير يا جماعه، في ايه؟ يا استاذ ابراهيم ايه اللي حصل؟ في ان الاسهم المعروضه للبيع الاستاذ المفروض يشتريهم لي وما اشتراهمش. ولا يهمك، اعتبر الاسهم في حسابك من دلوقتي، وانا بكره الصبح ان شاء الله هشتريهم من نفسي. اي فرق تحمله الشركه؟ ايه ده بقى؟ طب ده بالنسبه للاسهم. والافندي بقى اللي شتمني. انا شتمت؟ ادم اعتذر لي. يا فندم اعتذر ايه؟ ده هو اللي شتمني. ادم
انا اسف. تبقى تاخد بالك بعد كده. سلام. سلام. استاذ مصطفى. يا فندم انا ما عملتش حاجه عشان اعتذر لي. انا سامعك تتعصب عشان انت لسه جديد. بس الرشد ده مش عايز اشوفه تاني. حضرتك ما شفتش اللي حصل وفي الاخر خلتني اتاسف. شكلك كده ما اتعلمتش اي حاجه من اللي حصل لكريم اللي انت جيت مكانه. يا فندم كريم ده كان بيشتم الناس. انا اتشتمت واتهزقت وزمايلي كلهم شاهدين. انا مصدقك من غير ما تشاهد حد. حضرتك هتعمل ايه دلوقتي بقى مع العميل ده؟ ولا حاجه. عميل زي بقيه العملاء. طالما ان هو بيبيع وبيشتري، احنا مش هنربيه يا ادم. دي مش مدرسه يا حبيبي. طب وكرامتي يا فندم؟ تخش الموضوع على صدرك قوي كده يا ادم. طول شويه يا اخي. لسه هامل هتشوف. طب مش مهم كرامتي انا. كرامه الشركه على الاقل. ده ممكن يجي في اي لحظه يهزق اي حد فينا تاني. طب انت شايف ان احنا نعمل ايه؟ انا شايف ان انا اتظلمت يا فندم. على الاقل حضرتك تقفل له حسابه. انا لو هقفل حساب كل عميل مش عاجبني اسلوبه، يبقى بكره الصبح ان شاء الله مش هنلاقي غير اتنين عملاء بالعدد. ادم انا مش بقول لك الكلام ده عشان خاطر اعدي الموضوع كده وخلاص. انا بس بفهمك طبيعه الشغل في الشركات الكبيره. اللي حصل لك النهارده ده جزء منه. يا رب تكون فهمت. شكرا يا فندم. خلصت؟ ممكن بقى تهدى شويه لو سمحت؟ مش هينفع كده يا ادم. اهم حاجه في الشغلانه دي برود الاعصاب. انا ما حدش يذلني ابدا. بالعقل. شويه شويه هتتعلم ازاي تاخد الزبون على حاجتك. ده انت ياما هتخسر ناس ملايين، بس بشويه صياعه هتخليه يقول لك خسرني كمان. هو الغضب سكره. الانسان بيسكر، بيفقد عقله تماما. فهي متعه لابليس ولكل اعوانه. اللي عندهم رغبة للانتقام ولإفساد الإنسانية، فبالنسبة له من أمتع اللحظات هي اللي بيشوف فيها الإنسان خارج عن شعوره تماما. بيقول لك كده خرجت عن شعوري، مش حاسس أنا بعمل إيه. وزي ما الفرد الواحد ممكن يغضب، الأمم بتغضب. أنا دايما بتألم من جوايا لما بفتكر لحظة في الحرب العالمية الثانية، اللي هي لحظة تنزيل القنابل النووية على هيروشيما ونجاساكي. على أدنى أقل تقدير مات 200,000 إنسان، وسهل تقول ربع مليون. ده بس في واقعة هيروشيما ونجاساكي دول. بس ماتوا من أول لحظة في هيروشيما 60,000، ده أقل تقدير في لحظة. يعني أنا شايف اللي في الطيارة ده اللي قام منزلها مدرك هو عمل إيه ولا لأ. وبعدين كل ما قدر إبليس إنه ينشر في العالم وبين بني آدم فيروس مرض الغضب للنفس، كل ما الآثار بتبقى مدمرة. القرن العشرين لوحده مات فيه أكتر من 100 مليون بني آدم. 100 مليون. وده القرن اللي المفروض البشرية فيه قالت أنا متحررة بقى من الغيب ومن الدين وبقى عندي الإنسانية بس وكده. فعلا بجد أكتر قرن دموي في تاريخ البشرية المعروف لنا كلنا، هو أكتر قرن زعمت البشرية فيه شوية إنها لا دينية، إنها يعني بعدانا شوية عن الدين. 100 مليون. لأنك لو نسيت فكرة إن أنت متحاسب ومتراقب خلاص بقى. ما كانش عندهم مشاكل خالص أيام هتلر النازيين إن هم يقعدوا يدبحوا في الناس. ما كانش عندهم مشكلة، مش حاسين بحاجة. كل ده علشان انتشر بين الأمم مرض الغضب للنفس. فهو الأمم عبارة عن إيه؟ عن أفراد. فالإنسان اللي مش بيحمي نفسه من إنه يشابه نفسية إبليس ويخلي باله من إن هو يغضب لنفسه، يبقى دايماً كده بيخرج عن شعوره، وهو بيخدم شاء أم أبى، عرف أو لم يعرف. خطة إبليس لنشر الدموية بين الناس، يحب يشوف جبال متلتلة من جثث بني أدمين. عشان كده لازم الواحد يفضل فاكر دايما ان نار الغضب لما بتشتعل جوه قلب الانسان بتبقى زي النار الحسيه بالظبط، بتشتعل بيبقى فيها حركه عشوائيه فوضويه، ومن الفوضى ابليس بيخلق نظامه.